لو درسك بطل يوجعك مش معناها انك خفيت. درسي بيوجعني اروح للدكتور، ما بقاش يوجعني مش هروح للدكتور. رجع تاني بيوجعني اخد مسكن اروح للدكتور. طب وعلى ايه؟ حشو العصب هو ازاله كل الانسجه الحيه والميته من القنوات العصبيه وتطهيرها واحكام غلقها. حشو العصب اللي دخله تكنولوجي واستفاد من الاجهزه الحديثه الاشعه ثلاثيه الابعاد، ودي اللي بتوريني ادق تفاصيل القنوات واتجاهاتها وعددها. الموتورز اللي بقت تخلينا نعرف ننظف القنوات او عن طريق الحقن اللي بينزل بضغط جوه القنوات فحتى بيملى اللاترال كانالز. دلوقتي في وجود الميكروسكوب الجراحي انا ببقى شايف القناه كانها زي البير كبيره جدا. ها قول تعالى كده شويه، انا ماشي ازاي؟ السؤال ده مهم جدا. دلوقتي علاج العصب بيتعمل في جلسه واحده في اقل من ساعه وتروح. كفايه بقى انا مش هكمل، اطفي النور.